السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى حين الله غادي ندير واحد لاطارت فخوي بلاباط فويتي. واول حاجه غادي نبداو بها هي لاباط. عندي هنايا 300 غرام ديال الفورس، عندي هنايا ربعه ديال الزبده، 100 غرام غادي ناخذوها في العشينه و150 غرام باش غادي نورقوا. عندي هنا الماء عادي وعندي هنايا الخل. بالنسبه باش غادي نعمروا لاطارت، عندي هنايا جوج معالق كبار ديال لابودغ ديال لاكريم باتيسيير، عندي الزبده اللي غادي ناخذ منها معلقه، عندي هنايا ياغورت اللي بالنكهه ديال هذا ديال الخوخ، عندي هنايا الغبره ديال كريم شانتيي، عندي هنايا شويه ديال الفرامبواز، المونغ، كيوي ونسيترو ديال الحليب. واول حاجه بعدا باش زوينه هاد الطافيه هنايا هاد العبا، غادي نحسبوا واحد 100 غرام، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، يعني هنا هاي 100 غرام هنايا نديروها على هاد الدقيق. نمد هذه الثلاجه غير بما نجمع هذا، نصيب بعدا العجينه في اناء غادي نديروا فيه هذاك الدقيق. تكون هذه الوصفه الثالثه اللي عندي هنايا في القناه ديال لاباط فويتي، كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها. الوغ كندير الزبده كنديرها بحال هكا ما بين يدي، وغادي نبدا نبسبس الدقيق بالزبده بحال اللي كنصيبو لاباط صابلي. من بعد ما بسبست الدقيق مع الزبده مزيان، غادي ندير شويه ديال الملحه، وغادي نديرو معلقه ديال الخل، معلقه كبيره، وغادي نجمع بالماء، غير غادي نجمع ما غاديش نتلك العجينه ديالي، يعني الخدمه ديالها الخدمه ديال لاباط صابلي اللي كنصيبو بهم لي طارت، يعني ما غاديش نعجنو ما غاديش ندلكو، يعني غير غادي نجمعو. انا من بعد ما جمعتها شتو كي كتجي، كتجرطبه بحال هكا، كتجيش قاصحه. دابا غادي نخليها ترتاح. بالنسبه للزبده اللي بقات عندي، انا درتها هنايا في هذا البابي ديال بابي كويسون، غادي نصيبها بحال هكا، نبقى معاها بشويه بشويه. من بعد ما سرحتها بحال هكا، دابا غادي ندخلها للكونجيلاتور حتى هي. دابا غادي نسرحو هذا العجينه ديالتنا، غادي نديرو شويه ديال الدقيق هنا في البلان دو طرافاي، نجيبو العجينه وغادي نسرحوها. من بعد ما سرحت العجينه ديالي، دابا غادي نجيبو الزبده، غادي نجمعو من هنا، ونبداو في عملية التوراق. بعدا ننزل هاد الجويه اللي شوية عرض بحال هكا، وانا غادية معاها غير بشوية بشوية تدخل لي الزبدة في العجينة. غادي نبقى على هاد المنوال حتى ندير هاد العمليه شي 3 ولا 4 المرات. من بعد ما صيبت لاباط ديالي وورقتها شحال مخطره، شتو كي كتجي كتجي على هاد الشكل بحال هكا. دابا غادي نديرها في هاد الطافيه وغندخلها للثلاجه باش ترتاح فيه. من بعد ما بردت ليا لاباط فويتي،
وهنايا درت هذا الدقيق في بلون دو طرافاي. غادي نحيده من هذاك الكاغي اللي كنت دايرها فيه. شو كي جات جات زوالا. قولي واحد الشكر راسو منين دات من الحاجه ملي كتصيبيها مزيان كتبان ليك. غادي نسرح العجينه ديالي. من بعد ما سرحت العجينه ديالي، العجينه ديالي كتكون شويه غليظه على هذا الشكل بحال هكا. انا غادي نديرها في اللاطا ديريكتومون، حيت علاش باش نقدر نقسمها على جوج، حيت غادي نصيب دو طارت. انا غادي نصيب، انا غنفيني وانا معكم. من بعد ما فينيت لاباط ديالي باش تجيني مقاده ونقيه بحال هكا، غادي غير نفلح هنا شويه بحال هكا، يعني ما غاديش نهود الموس حتى لتحت، غير نفلح، حيت علاش هنا الوسط اللي غادي نديرو العمارة ديال لاطارت. نفس الشيء هنايا. بغيت ديرهم انديفيديال تقدروا ديرهم انديفيديال. من بعد ما فلحت دابا غادي نتقب هنايا الوسط بهذا بالفرشات، غنبقى بحال هكا حتى نكمل. من بعد ما ثقبتهم بجوج دابا غادي ندهنهم بهذا بالبيض اللي درت معاه شويه ديال الخل. من بعد ما دهناهم بحال هكا، هذه خطوه اختياريه ولكن مزيان دار مخطره الا كنتو غادي ديروهم مالحين، شي نهار نديرو الوصفه مالحه. مي حنايا اليوم غادي نديروهم حلوين، الوغ غادي نديرو شويه ديال السنيده من الفوق، غندردروها من الفوق بحال هكا تعطينا شويه الحلاوه في لاباط. ما تجيش مسوسه، هذه كي قلت لكم اختياريه، ما بغيتوش ديروها تقدروا ما ديروهاش، مي انا غادي نديرها. دابا انا الفران مسخنه على درجه الحراره 180 درجه، غادي ندخل هاد لي فون دو طارت ديالي غير بين ما يطيبوا ويتحمروا ونخرجهم باش نعمروهم. دابا غادي ندوزو للعماره. في كاسرونه هنايا درت 4 ايطرو ديال الحليب، نسيت ما قلتش لكم السنيده المقادير. غادي ندير واحد جوج ديال السنيده، جوج معالق كبار السكر. انا ما كنكتبوش بزاف والسكر هو كاين في لاباط، حنا ما كنقصها شويه في هذا. وغادي نديرو هذيك لابوطغ ديال لا كريم باتيسيير، غادي نخلطو هادشي على البارد. وغادي ندير الخليط ديالي دابا على العافيه حتى يطيب كما العاده كي كنطيبو لا كريم باتيسيير. لا كريم باتيسيير ديالي هي وجدات، كيولي القوام ديالها على هذا الشكل بحال هكا. غادي ناخذ واحد المعلقه صغيره ديال الزبده وغادي نديرها فيها ونخلط حتى تذوب ليا الزبده. درت لا كريم باتيسيير هنايا عندي في هذا الطبسيل، غادي نغطيها دابا بباتي سوبيريزي ونخليها تبرد. اينا غادي نديرو فيه هذيك لاكوطغ ديال الشانتيي. هنا غادي ناخذ غير الثومون ديال الحليب، يعني النص ديال 4 ايطرو، وغادي نطلع لا شانتيي. هنا لا كريم باتيسيير من بعد ما بردات ليا درتها في هذا الاناء، غادي ندير عليها دابا هذاك الياغورت لي منكه بهذا بالخوخ. وغادي نطربها. من بعد ما طاب ليا لو فون دو طارت شفتو كيجي على هذا الشكل بحال هكا، وشوفوا التوراق كي داير. انا غادي نهرس غير شويه غير بحال هكا، على هذا الشكل. وغادي ندير لا كريم باتيسيير
لين السمنه بالخوخ. من بعد ما درت لا كريم باتيسير درتها هنايا ودرتها في الاخرى بجوجهم. دابا غادي نبدا نزوق فيها. انايا راه الديسر ديالي راه كله قطعته. بالنسبه للتزيين عندكم حريه الاختيار كيفاش تزينوا. وتقدروا تزينوا باي هذا باي فاكهه كانت متوفره عندكم، يعني ماشي ولا بدا يكون هذا الديسر اللي درت انايا. تقدروا ديروا الديسر اللي بغيتوا والفاكهه اللي موجوده عندكم. قلت لكم من بعد ما قديت بكيوي دابا غادي نديروا هذا المونغ. غادي نديرو هنايا بحال هكا. دابا غادي نبدا ندير الفرامبواز. دابا ملي كملت بالفرامبواز بقاو لي شي طريفات درتهم هكا بحال هكا. دابا غادي نديرو لا شونتيي، نديرهم هنايا غير عشوائيين بحال هكا. من بعد ما كملت التزيين بلا شونتيي كي كتشوفوا طلعت جات على هذا الشكل بحال هكا. كنتمنى انكم ما تنساونيش من اللايكات والاشتراكات والتعاليق ديالكم لانهم كيحمسوني بزاف. والوصفه ديالتنا هي موجوده. دابا غادي ندخلها الثلاجه باش تبرد وغادي نقدمها ان شاء الله بالصحه والراحه. ومن عندنا في وصفه جايه ان شاء الله.